حبيت نصلح لكون المتداول لكون موكلات الاصفار المتسبب بالكارثه اللي قاعده تصير هذيا. نحب نصلح الموضوع راه لا دخل لوكالات الاصفار في الحكايه هذيا. والحج هو قطاع من مشمولات الدوله التونسيه وهو الحج النظامي يخرج بالقائمة وهي اسمها البعثة الوطنية. اللي صار بالنسبة العمناول وزيد تأزم السنة لكون المملكة العربية السعودية وفرت نوعية من التأشيرات وهي التأشيرة الزيارة الشخصية والزيارة وزيارة السياحة. لهذا شجع بعض الدخلاء أو الصماطرة وبعض زاد نحب نأكد دي شركات الخدمات اللي هما ذوما لسوسيتي دو سيرفيس اللي عندهم اسم كأنه وكالة أصفار. كي تسمع عندك الاسم نتاعو حتى في البانو نتاعو اللي محطوط قدام المكتب اللي عنده اذا كان عنده مكتب تلقاه يشير كانه وكاله اصفار. هذا الشيء الاولاني. دخلاء يعني حاجه. نعم دخلاء يعني دخلاء طبعا وسماسره اللي هم استغلوا الوضعيه اللي موجوده في البلاد. استغلوا الوضعيه نتاع غلاء الحج وهو معناها ماهوش مشكله نتاع الدوله لكن غلاء المنتوج داخل المملكه العربيه السعوديه. كي الشيء هذا استغلوه الناس هذوما قبل كانوا يمشيوا للعمره ويتاخروا فهمني. السنه ما فماش تاخر نتاع اللي مشى للعمره مشى للعمره لكن فما توفير نوعيه نتاع تاشيرات جديده اللي هي اسمها الزياره الشخصيه. والزياره الشخصيه هذه تمكن المواطن او الانسان المسافر باش يسفر المملكه العربيه السعوديه بالعديد من السفرات صلوحيه التاشيره سنه مع مده الاقامه 90 يوما فهمني. هذه استغلوها بعض الدخلاء والسماسره وعلى اساس كونه انا تو نوفر لك انا زياره شخصيه عنده شكون غاديك المملكه يدفع بعض الرسوم ويجي لهنا يقد عن طريق مركز تاشير اللي موجود في تونس فهمني ويدفع فما الرسوم الاخرين تتدفع تتكلم في ما يقارب 1000 دينار نقول واحنا معدلا فهمني. سي سامي انا نعطيك متاكد منه ثم وكالات اصفار دفعت ومشاو الناس في العمره ما روحوش وقعدوا غادوا بنيه البقاء للحج وهذا مؤكد وثابت. وكالة أصفار وكالة أصفار لا وكالة أصفار مشاو في العمرة في عمرة مشاو في عمرة ما بعد رمضان تحكي أي مشاو في عمرة بعد رمضان وبقاو للحج ومستهدفينها معناها مترصدين اللي هما باش يبقاو للحج ويتباعوا. هذه مش سنة بركة وعندها سنين هذه معمول بها التخلف هذايا قلت لك التخلف وكان يقبل ديما وأنا عندي أكثر من 30 سنة نغطي في هذا وكان ديما حتى الواحد نتاع الحج نتاع العمرة كي يرجع ما بعد الواحد يتسكر على تونس في برشا سنوات. كلام سليم جدا ولكن حبيت نوضحه لك راهو الناس اللي سافروا ما بعد رمضان وحتى في التصوير اللي كونوا ماشيين للعمره ما هو مش تاشيره عمر راهو تاشيرات مخالفه للعمره على خاطر التاشيرات نتاع العمره كلها منظمه وعليها رقابه كبيره من المملكه العربيه السعوديه لكن التاشيره السياحيه والتاشيره الزياره الشخصيه هذه تولي امور شخصيه معناها نتاع الانسان نتاع المواطن هذايا لكونه استغلوه قلت لك بعض الوكالات اللي يسمهم وكالات هما مش وكالات راهو دي سوسيتي دو سيرفيس وفما سماسره وتذاكر اللي شراهم انديفيديوال يعني انت اعتبار مواطن دخل وكاله اصفار باش يشري تذكر وكاله اصفار من حقه باش يشري باش يبيع له تذكر ولكن ما نظم هذا هما الدخلاء نحكي لك عليهم يوم سافروا اليوم عندهم الحق يقعدوا حتى ال 15 ديال القعده وبعد هما يحرقوا يتسموا ويقعدوا اكثر لكن غير مؤطرين وذوما اللي عملوا الحج الموازي والمملكه العربيه السعوديه نبهت وقالت راهو الزياره ولا الزياره الشخصيه راهو ما تمكنكش من الحج وعطاو معناها تنبيهات وحتى قالوا راهو فما عقوبات ماليه توصل 50000 ريال لشخص وفما الترحيل والحرمان يدخل المملكه العربيه السعوديه لمده 5 سنوات بدات المملكه العربيه السعوديه ثم ناس سي سامي ثم ناس اللي مشاو هذوما في العمره ولا باي تسميهم خرجوهم من البقاع المقدسه معناها وين الحج وحطوهم في جده ويستعدوا للترحيل نتاعهم الى تونس خلال الايام القريبه القادمه ممكن خطايا باش تتعمل عليهم 10000 ريال خاطر 50 للناس اللي ساعدوهم على العوده على العوده الى باش يكملوا مناسك الحج بعد ما وصلوا غاديك هذاك هي ال 50000 ريال اللي هي اطراف عاده سعوديه او مقيمه في السعوديه اللي تعرف معناها الحكايات هذوما وعندهم علاقات مع السواء شو اسمه اي وصل نسمع فيك اي خليني نقول لك انا شنو اللي صار لو كي صار المنع هذا وصار معناها وكانت حازمه المملكه العربيه السعوديه وجاوا دخلوا منطقه العزيزيه في اماكن اللي هي يتخفاوا فيها الناس هذوما وخرجوا الناس ورحلوهم وهزوهم لجده. علاش هزوهم لجده وما رحلوهمش؟ على خاطر التاشيره نتاعهم مازال فالابل مش من حقه باش يرحلوا يهبطوهم في جده ويسيبوه.
جات بعد الدخلاء هذوما اللي منظمين الشيء هذايا عن طريق بعض الاخيان من السعوديه وكل شيء يعاودوا يرجعوهم لجده بفلوس باهظه ب 1500 و 2000 ريال الواحد. صحيح. معناها اعتبارها تحريق باش يرجعوهم لمكه. وفي الحكايه هذه صار تفرتوا يعني فهمني؟ ما عادش اللي معناها كتله كامله مع بعضها ولا ولكن باقي ناكد راه مش وكالات اسفار هذا حبيت لي نساله لك. شوطر تاشيره هذايا انت تنجموا تغطيوا معناها البرنامج تشوفوا قداش من تاشيره تخرج. المعلومات اللي عندي سنة معناها في شهر ماي اكثر من 70,000 تاشيره خرجت راهو من تونس يعني حاجه من وراء العقل راهو. هذيك التاشيرات المجامله سي سامي ما عادش اللي كان يعطيها قبل الحج موجوده ولكن العدد نتاعها قليل جدا. وهذيك راهي تتسمى منظم على خاطر المملكه العربيه السعوديه فارضه لكونك تتعدى على نسك ونسك يعني يوفر لك معناها الباكيج كامل يعني الدخوليه والسكن والتنقل معناها الى المناسك يعني كامينا وعرفات كل شيء فهمني. لكن العدد نتاعها ما يجي شيء بالنسبه للتاشيرات هذوما المتوفرين توا. والاشكاليه راهو لازم زاد ما يلزمناش ننساو راهو حتى من المواطن عنده دخل في الموضوع هذايا على خاطر المواطن اللي مشى وقصد ربي ومشى للوسيط هذايا ولا للسمسار هذايا كونه معناها وفر له سعر اقل خاطر راهو فما ناس معلومات اللي ب 10 ملايين فما اللي ب 12 فما ب 13 وكونه يقول له كان باش تقعد برشا يعني لو كان باش يمشيوا معناها من تقريب من اخر ماي وانت ماشي حتى لاخر جوان وساعات فما اللي في اول جويليه باش يروحوا يقول لك كان المده طويله واكثر من اللازم وزيدها السوم اقل من السوم نتاع الدوله وهذا نتيجه شنو اللي كونه باقي احنا في نظام القرعه وباقي نهزوا في الحجاج نتاعنا الكبار وهذا اللي ندعيوا عليه منذ سنوات لتحرير الحج او قسط من الحج برقابه من الدوله حتى تكون مهيكله ومراقبه وكل شيء عن طريق وكالات الاسفار باش يكون معناها يعني عين الدوله موجوده وتعرف شكون مشى وشكون خرج وشكون اللي واضح. حبيت نسالك يا سي سامي خلينا نتفاعلوا معك لانه الوقت يزرب الحقيقه. سي سامي عندك شيء تفسير في علاقة باللي تحكي فيه وأنه غالبية المتوفين من حجاجنا الميامين من جهة في 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 تونس اللي هي بن قردان وأيضا بعض المصادر تقول أكثر من 80% من حجاج بن قردان مفقودين إلى الآن. علاش غالبية المفقودين والمتوفين من جهة بن قردان؟ عندك شي تفسير؟ أول حاجة خاطر المعلومة اللي عندنا بكونه العدد كبير برشا اللي خرج من جنوب تونس عدد كبير برشا والدخلاء والسماسر الموجودين في الجنوب التونسي برشا عدد كبير فهمني وقلة النظام والواحد ومكثرهم معناها ناس مسنين. هذا شنو اللي صار؟ وكي صارت الحمله نتاع اللي عملتها المملكه العربيه السعوديه وشدوا الناس وخرجوهم هزوهم لجده والكل كانت في منطقه معينه اللي كانوا هما متسكنين فيها بمحض الصدفه يعني فهمت وخرجوا هزوهم لجده. لكن ما ننساوش اللي تو القنصليه العامه قاعده تقوم بدور كبير برشا. عندك حاجه اخرى المقيمين نتاعنا التوانسه اللي موجودين قاعدين يعاونوا قاعدين يهبطوا في الثور واسماء ويبعثوا فيهم شكون يتعرف على هذا ويقولوا راهو فلان توفى راهو فلان مفقود او فلان موجود في المكان الفلاني قاعدين يمدوا في القنصليه بالمعلومات فهمني. لكن احنا مش هذايا القصد هذايا توا صار. شنو الدوله شنو باش تعمل في الشيء هذايا؟ انت الناس هذوما كي تدخل انت صفحات التواصل الاجتماعي في ناس تعمل في بيبليسيتي يوري فيك اللي هو قاعد يا سي سامي. انا نستغرب الحقيقه كي تقول لي الدوله اش تعمل. احنا الكل شركاء في هذه الدوله. انا حبيت نسالك كجامعه وكالات الاسفار سي سامي بعد اذنك يعني انا باش استناني باش نجم تعرف كيف تجاوبني. انا باش نخاطبك كمواطن قبل ما تكون مسؤول نائب رئيس الجامعه. مش من المفروض وأنه يكون فما اتصالات بيناتكم كجامعة وبين الدولة بين سلطة الإشراف خاصة في هالظرفية هذه اللي فيها غموض كبير وفيها تعتيم عن المعلومة؟ ننتظر منكم أنكم تتواصلوا مع سلطة الإشراف ولا لا؟ بالنسبه للجامعه التونسيه وكاله الاسفار باتصال خصوصا بالقنصليه العامه نتاعنا اللي كونا باش معناها ناخذوا المعلومه ونستقيوا المعلومه. اش قالت لكم؟ اي فحوى الاتصالات اش صار؟ فحوى الاتصالات قايمين بواجبهم قايمين. هذا كلام انشائي يا سي سامي هذا كلام انشائي. اش صار بالضبط اخر ما ثم؟ اعطيني معلومه. قاعدين يلقاو يتواجدوا يلقاو في الناس اللي هما معناها قداش لقاو؟ يلقاو فيهم فما يجيبوا لهم عندهم طريقه نتاعهم يلقاو ناس متيشه في المكان الفلاني الاخر في الباب الفلاني الاخر في المستوصف الاخر في السبيطار الاخر في حاله وفاه يلقاو فهمتي قاعدين يتبعوا يخدموا في خدمه جباره الحقيقه. لكن الدوله كوزاره الشؤون الدينيه تتكفل كان بالبعثه الرسميه نتاع الدوله
وما تنجمش تقول لك انا فهمني باش نتكفل بالناس هذوما، حتى عدد نتاعهم ما تعرفهمش، وحتى الطريقه نتاعهم ولا وين ساكنين ما عندهاش حتى علم، راه مش حامل الناس مسؤوليه غالطه. لكن الدوله تنجم تسالها على حجاجنا الميامين اللي مشاو بالبعثه الوطنيه، تجاوبك على طول.